دكتور، انا مش هقفل مع حضرتك من غير ما اسالك على العدادات الالكترونيه او العدادات مسبوقه الدفع. كتير جدا من الناس بعتت وقالت انه بيتم دلوقتي الاتصال بيهم عشان لو حد عايز يستبدل العداد اللي موجود عنده بالعداد القودي او اللي هو العداد اللي بيتم شحنه ودفعه مقدما. الناس خايفه يحصل بس بعض اللخبطه للامور يعني. لا يا فندم، هو احنا في خطه اصلا موضوعه لاستبدال العدادات القديمه بعدادات مسبوق الدفع او عدادات ذكيه، وديت يعني بتصب في الاخر في مصلحه المواطن من ناحيه يعني الدقه في الاستهلاكات والقضاء على الشكاوى من عدم دقه القراءات. طبعا احنا بنمشي في اليات كتير، يعني برضو في برضه جزئيه مهمه جدا وهي العادات الذكيه، وديت اليه وتكنولوجيا حديثه واحنا يعني ماشيين فيها برضه بنفس الخط والاتجاه. كمان في نفس الوقت حتى العادات اللي هي القديمه زي ما حضرتك عارفه ومشاهدينا عارفين، في شركه جديده برضه بتنزل خلال الشهر ده ان شاء الله، وتقضي ان شاء الله على عدم دقه القراءات باذن الله ان شاء الله. لكن ما فيش زياده في الاسعار ولا اي حاجه عشان نطمن الساده المشاهدين بس. لا يا فندم، تعرف حضرتك ده الخبر اللي بيشغل الناس يعني، هيقول لك انت هتطور بس هتغلي عليا، ف ما فيش اي زيادات. حضرتك عارف اكتر مننا والمشاهدين لا عارف اكتر لا يا فندم مننا. العفو، لا احنا برضو لما بيصدر الكلام من حضرتك ومن الوزاره ده بيطمن الساده المشاهدين بشكل افضل. لا لا، انا باكد على كلام حضرتك وطمأنة الناس ان ما فيش اي زياده في الاسعار بتاعت الكهرباء، واحنا يعني كنا صادقين جدا في لما كنا بنوضح الخطه على قد كام سنه وامتى هيتم تغييرها، ويعني يعني لا اطمئنان بكل الحمد يعني. لله الحمد لله. بشكرك جدا دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء، يعني مبروك يعني لكل مصر انطلاق هذا المشروع، هيفرق جامد جدا لانه مش بيفرق بس معانا ان احنا يكون عندنا طاقه طول الوقت من مصادر متعددة وعندنا إنارة وكل الكلام ده، ولكن هو بيفرق في المشروعات في الشركات في الأماكن اللي بيتم خلق مناطق صناعية جديدة فيها هي ما كانش موجود فيها أي نوع من أنواع الصناعات أو التعمير، لأنه ما إحنا قلنا مليون مرة فيش واحد هيروح يفتح مصنع ويدور بعد كده هيجيب طاقة منين أو كهرباء منين في أي مكان. إن شاء الله بإذن الله هذا الفائض مع المحطات الجديدة كمان يقضي على أزمة الكهرباء والمحطات اللي كانت متهالكة من سنوات طويلة جدا ما تمش ليها ولا أي عمليات إحلال ولا تجديد، وفي محطات يعني بتقوم شركة الكهرباء دلوقتي بإزالتها بالكامل ويتم وضع محطات جديدة بدلها.